فارسا واحدا يقدر على تغيير المعادلة من الضعف والهوان إلى الصمود، وإن مخذلا واحدا يمكن أن يفتت عزيمة جيش بأكمله. أرجو ذلك. سأنتظر الوقت المناسب ثم سأرسل لهم بما أريد. يكفيك يا جان ديمار، يكفي أن تمنح الناس أوهاما فارغة. بل أنت الذي يجب أن يكف عن وهم عزيمتنا. ماذا تريدنا أن نفعل؟ هل نسلم مدينتنا؟ ثم إذا كنت أنت الأسقف وتتحدث بهذه الطريقة، فماذا يفعل ضعاف الإيمان؟ أنت تتحدث بلسان سيفك وليس بلسان عقل. إن الله قد وهبنا العقل لنفكر به. العقل، العقل، أي عقل هذا الذي تتحدث عنه؟ وقد وصل المسلمون على مشارف المدينة، اليوم الكلمة للسيف فقط. أرجوك أيها الأسقف أباس، لا نملك إلا هذا. لا تنظروا إلى السيوف، بل انظروا إلى الأيدي الضعيفة التي تحملها. انظروا إلى عيونهم الخائفة. أي إيمان هذا الذي تحمله في قلبك ولسانك يتفوه بهذه الترهات؟ ألا يكفينا جبان واحد يهرب من المعركة؟ جان ديمار، لا تنسى أن ألفونز هو أبي، فانتبه لتلميحاتك. تذكر أن طارق بن زياد لم يهاجم المدينة بعد. سيكون من حسن حظنا إن عرض علينا أدنى شيء. ألم ترسل إليهم تدعوهم إلى الإسلام أو تسليم المدينة؟ ومتى كنا ندخل مدينة دون أن نعرض على أهلها الإسلام؟ فمتى ترسل إليهم إذن؟ سأرسل قريبا إن شاء الله. هل تنتظر شيئا؟ نعم، أنتظر هؤلاء يا نسيم. إنه طريف. إنها قرطبة أيها الأمير، قرطبة فتحت لنا بفضل الله. أحسنتم أيها الرجال، أحسنتم، فتحت قرطبة. الله أكبر. أهلا يا طريف. اهلا 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 بك يا دوف بيدر. اهلا بك بيننا الامير طارق. مرحبا. اهلا طريف. اهلا دوف بيدرو. مرحبا. تركت شدادا وبكرا في قرطبه، ومعي رجال من قرطبه انضموا الينا. اهلا بكم وبهم جميعا. اهلا بكم جميعا. اهلا بك، تفضل تفضل. اهلا بالامير طارق بن زياد. اهلا بك يا دوف بيدرو. ثلة من فرساننا هربوا من المدينة ومن الباب الصغير يا سيدي. تبا له، ما أجبنه، الكل يهرب. تبا لك يا ألفونس، تبا لك يا ألفونس. اسمع، اكتمي الأمر فلا يشاع بين الجند والعامة، مفهوم؟ أمرك سيد القائد. هيا. طليطل الآن على أتون متقد منذ أن عسكرنا على أبوابها. أتراهم يخرجون لقتالنا؟ إن المدينة بلا قائد
حكيم وحازم وشجاع، ومهما كانت محصنة كالمقاتل الهرم. هذا هو حال طليطنا الآن. إذن لا خيار لهم، إما الصمود تحت الحصار أو الاستسلام. نعم يا طريف، أنا الأوان أن تذهب إليهم وتعرض عليهم أن يسلموا المدينة لنا لندخلها مقابل جزية يدفعونها، وإلا فليكن القتال، وأريهم أننا جادون في هذا الخيار. انطلق بالفور إن أردت. نعم طريف، انظر في وجوههم، تفرس بها جيدا، انظر إلى أحوال المدينة وحال العامة والقادة، وبعد ذلك لا يعنيني رده. أفعل إن شاء الله. على بركة الله. أنت تعلمين أيتها الملكة أن الناس لا يريدون أن يسمعوا كلاما من القصر. لماذا تتواجد مع طارق سرية من القوط يقاتلون معه؟ أليس لأنهم رأوا منا الظلم ومن المسلمين العدل والإنصاف؟ التفوا حول الناس وأنقذوهم قبل أن تتوقعوا منهم أن ينقذوكم. أيها القائد، ما وراءك؟ رسول القائد المسلمين في الباب. لابد أنه جاء عارضا علينا، إما تسليم المدينة أو القتال. وبما نجيبه؟ وماذا نملك لنقول له؟ علينا أن ننقذ مدينتنا. حسنا، قل له إن قائد المدينة في انتظاره. إن تكلمت بكلمة واحدة أمامه فستندم، أسمعت؟ ما هذا يا جندمار؟ إنها الحرب، وفي الحروب لا تهاون، وأنا لن أتسامح أبدا، مفهوم؟ وأنا أقسم إنك إن أجبتهم بإعلان الحرب فسوف أجعلك تندم طيلة حياتك. عباس، يكفي هذا؟ رسول قائد المسلمين. سلام على من اتبع الهدى. أنا رسول قائد جيش المسلمين، الأمير طارق بن زياد. وماذا يريد منا أميركم؟ قد جئنا إلى هذه البلاد لنشر رسالة الإسلام، وهو ليس بغريب عنكم، كلنا من ذات النبأ، كلنا في نفس القارب، لذا أسلموا تسلموا، أو تفتحون الأبواب وتسلمون المدينة فننشر فيها العدل والسلام، ونحن نضمن لكم ألا ندخل كنيسة، ألا نكسر صليبا، ولا نجبر أحدا على الدخول في دينه، وتدفعون مقابل ذلك جزية معلومة، أو ماذا؟ أو السيف بيننا، فنحن لن نصبر طويلا أمام الأسوار. خلفي رجال يتوقون أن يتسلقوا الأسوار ليموتوا هنا في سبيل الله دفاعا عن الدين الحق. هل تفهمني؟ وهل يعتقد طارق هذا أن طليطلة أسقط بيوم أو يومين أو شهر أو شهرين؟ لعلك لا تملك الجواب الآن. ارجع إلى أميره وانتظر ردًا. ننتظر ردكم، وأرجو أن يكون فيه ما يحقن الدماء. وذوي إلى الخارج، هيا. هكذا إذن، إنهم على خلاف فيما بينهم. أجل يا طارق، شعرت بشيء ما يجري في الداخل، أرى أن نعاجلهم قبل أن يجمعوا فلولهم، فليس ثمة فرسان في المدينة. إذا كان الأمر كذلك الأفضل لنا ألا نتعجل في الأمر حتى يخرجهم اليأس إلينا. لقد مكن الله للمسلمين يا سيدي، ففتحوا قرطبة ودخلوها. وماذا عن طارق؟ إن الأمير طارقا الآن أمام أسوار طليطلة،
تابع طريقه بعد أن فتح أستجة. لا حول ولا قوة إلا بالله. متى يتوقف ذلك الرجل عن التوغل في تلك البلاد؟ وماذا عن الكونت جوليان؟ لقد عاد إلى سبتة ومعه جنوده. ماذا؟ ترككم الكونت جوليان؟ إن مولاي يرى يا سي الأمير إن مولاك لا يرى إلا ما تراه عيناه. يظن أن العجلة والمبادرة ستغنيان عنه إذا ما اجتمع عليه القود، وهو في جيش قليل العدد متهالي، وقد وزع بقاياه هنا وهناك دون أن يوطد أركان دولته، ثم يمضي على خطى ثابتة. ثم كيف يترك نفسه دون دليل من أهل تلك البلاد؟ لأين يريد أن يصل هذا الرجل؟ لا أرى فرصة للقود أفضل من هذه للقضاء على جيش طارق. بالشفاء العاجل إن شاء الله يا مولاي. أعطه قليلا قبل الطعام. طهورا إن شاء الله. ما حال الخليفة اليوم؟ أرجو أن تتحسن حالته، قد أعطيته بعض الأعشاب والشفاء بيد الله سبحانه وتعالى. ما أخبار أخيك مسلمة بن عبد الملك؟ لقد ترك مسلمة أرمينية وذهب يتصدى للروم الذين قدموا لغزو الشام، وما زال يلاحقهم. أرجو أن لا يتوقف حتى يصل حاضرتهم القسطنطينية. ومحمد بن القاسم الثقفي؟ ابن القاسم وصل لحاضرة السن وخاض معركة عظيمة قتل فيها ملكهم، وبدأ الناس يدخلون في دين الله في تلك البلاد. أما يزال يرسل لنا ويخبرنا بأخباره؟ رسله لا تتوقف، وكل ولاتنا يفعلون ذلك. إلا موسى بن نصير ومن خلفه طارق بن زياد في بلاد الوندال، لقد أبطأ علينا منذ حين. لابد من أن له عذرا منعه من إرسال الرسل. أرى يا أمير المؤمنين أن تعزله حتى يعلم جميع ولاتنا أن لا تهاون في طاعة ولي الأمر. هون عليك يا سليمان ولا تتعجل حتى يأتيك الخبر. موسى بن نصير من خيرة القادة والولاة. لا تقوم الدول على حسن النوايا. أرى لا نتسامح مع من يخطئ وهو في مثل هذه المكانة. لا يا سليمان، لا، لا نحكم عليهما قبل أن نسمع، فيكون الحكم على بينة. أو يكون ذلك بعد أن شقا عصا الطاعة وسيرا الجند وأنفذا الأمر من دون أمير المؤمنين؟ يشفع لهما إن كان ذلك سابق عملهما وحسن بلائهما في مناجزة أعداء الله. لو أننا تساهلنا معهما ومع من يحذو حذوهما فسنجد ولاتنا خلفاء دوننا يا أخي. أحتاج لاستنشاق الهواء.
تعال نخرج. البؤس في الخارج لا يذهبه ابتهال في الكنيسة. إن المدينة اليوم جنين يصارع من أجل البقاء، فإما أن تكتب له الحياة فيحيا، وإما أن يولد ميتا. لكنه ضعيف مريض. كلنا كنا ضعفاء حين كنا صغار. لكننا اليوم أقوياء. لا تجبري المدينة على دخول صراع تدخله ضعيفة فتخسر. لكن ماذا سأقول للناس؟ حين يرون أنك اشتريت دماءهم وأرواحهم ستمشين بينهم مرفوعة الرأس لا تخشين شيئا. قد أبطأ القوم في ردهم. أرى أن نتحرك باتجاه المدينة. بل سنمهلهم. نعم يا طريف، نمهلهم بعض الوقت. ما هذا؟ إنها الطبول ونواقيس الكنائس. هل هو إعلان الحرب؟ سيفتحون الأبواب لنا. ماذا تقول؟ نعم، فالنواقيس تدعو الناس للصلاة والدعاء عندما يفقدون الأمل من كل شيء. سيسلموننا المدينة. الله أكبر، هذه طليطي لا تفتح أبوابها للمسلمين. عاصمة الأندلس تدين لنا. سندخلها بإذن الله تعالى، ونقيم الحق والعدل، ونزيل الكفر والظلم، ونعلي كلمة الله أكبر. كونوا على حذر خوفا من الخديعة. نفعل إن شاء الله. هيا هيا بنا يا نسيم. هيا.
لقد من الله تعالى علينا اليوم بالفتح وأن ترفع راية الحق والعدل. فلأهل المدينة السلام، ما بادلونا السلام، ومن دخل الإسلام فهو منا ونحن منه، له ما لنا وعليه ما علينا. وماذا عمن بقي على دينه؟ قال الله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. وكنائسنا وأديرتنا وما فيها، لكم عهد الله وذمته ألا نقرب لكم كنيسة أو معبدا، بل نحمي الكنائس وأموالها ومن يدخلها. وما يدرينا، هل يصدق القول العمل؟ نحن أيها الأب انقطعنا عهدا لا نخلف فيه، لذلك إنني أولي الأسقف أوباس حاكماً لمدينة طليطل، فهو الأقدر على رعاية شؤون أهلها. وما لي وللحب؟ أنا رجل دين نذرت نفسي للكنيسة. ولهذا أظنك سترعى حق الناس تماماً كما سترعى حق رب الناس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حمداً لله على سلامتك يا بني. سلمك الله أيها الأمير. كيف تركت قرطبة؟ ساد الأمان وغلبت الطمأنينة وعاد الناس لمألوف معيشتي. وما الذي جاء بك إلى هنا؟ لماذا لم تبقى مع شداد والجند؟ الأمور في قرطبة هادئة، لذلك جئت كي أساندكم هنا. آه يا أبي، لو تعلم كيف أصبح حالي من بعدك. لولا هذا اللعين الوثريق لكنت الآن ملكاً على عرش طليطلة، ولا دافعت عنها ولا منعت المسلمين من دخولها. سأعود ملكاً على طليطلة، شاء من شاء وأبى من أبى.
جلالة الملك سيزوت، باسم قادة مجلس طليطلة أبارك لكم عرش جزيرة ليبيريا ملكاً على الحوت الغربيين من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال. كيف ترسب أوباسا ملكاً وأنا ابن الملك الوريث الشرعي لهذه البلاد؟ من قال لك أن أوباسا ملكاً؟ طارق، قد تحالفت معك ووضعت يدي بيدك وتركت كل شيء منتظراً إلا أن ندخل طليطلة وأنا استعيد عرش أبي. عن أي عرش تتحدث؟ لم يعد هناك عرش ولا حتى مملكة. لم تعد هنالك مملكة ولا عرش بعد أن وعدتني وعهدتني لأكون معك. بما وعدته؟ وعدتني أنا وأخي بأن نستعيد ملك أبينا. أنا لم أعدكم بالملك. جاءني أخيل وقال لي أن ثمة أراض وممتلكات وأموال سرقها لوذريق من أبيكم، وعدته أن أعيدها إليكم وأنا عند وعدي. ماذا تقول؟ أتنازل عن الحكم والملك وأجلس بين الفلاحين والعبيد؟ هذا شأنك، أما أنا ما كنت لأعاهد عهدا باسم الله فأغفر ذمتي. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أخيلا تكلم، قل شيئا. هذا ما وعدنا به الأمير طارق يا سيزر، ولا يذكر شيئا عن العرش. هاك اقرأ. لن أتنازل عن عرش أبي، سأجلس عليه ملكاً مهما حصل. ألا يكفي أن هذا اللعين الوطريق قد سلبني حقي؟ وأنت الآن تأتي لتفعل كما فعل. اسمع أيها الأمير، نحن لا نطمع بعرش أو مغنم أو مال، نحن أصحاب رسالة، نريد الحق والرحمة لكل إنسان على وجه هذه البسيطة. هذا ما جئنا لأجله ولن نتراجع عنه. اسمعوا أيها الرجال، هذه المدينة باتت لنا، علينا أن نفكر بأهلها. هذا العرش لي ومن حقي ولن أتنازل عنه مهما حصل. يومها طريف رمى يجوبين بحجر، ولولا أن أخفضت رأسي لأصابني. قلت له: يا رجل، يذهب ملك ويأتي ملك ولا أرى أحداً يوصفكم أنتم. علم الرب أننا لم نرى من القوط غير الظلم والجور وضنك العيش، وهذا هو يومكم لتستردوا فيه ما فاتكم من قبل. تريدنا أن نقاتل القوط؟ لا لا، أريدكم أن تقفوا في صفهم، فهم من يضطهد في هذه الأيام، وما يهدد
كنائسنا أعدد معابدكم. نحن نريد من ينصرنا لا من ننصر. الخطر يعدق بنا جميعا. تريدنا أن ننتصر لمن ظلمنا وضيق علينا وصادر أموالنا وأراضينا؟ لا وقت للوم الآن. المملكة مملكتنا والبلاد بلادنا، وعلينا أن نضع نصب أعيننا هذا الخطر الذي يحدق بنا. لن نقف بوجه المسلمين، فليس من الحكمة أن نزيد عدد ظلامنا واحدا. هكذا إذن، لقد بانت جلية الأمر. اسمع، عندما نفرغ من هؤلاء الغزاة لنا معكم خبر تسير به الركبان. جاندمار، لو سمحت أريدك في أمر هام. هلا جئت معي؟ منو؟ تفضل. دونيو، ما رأيك بما قاله صاحب الشرطة؟ هاتي ما لديك. أيها القائد، إن الخطر يتربص بنا جميعا، فما يتعرضكم يتعرضنا، أما الذين يتخاذلون في أحلك الأوقات أولئك لا يرون أبعد من أنوفهم. حسبت هذا ديدنكم جميعا. لا، هو رأيهم فقط ليس رأينا جميعا. ولكن لم ينطق أحد ببنت شفا عندما جاوبني ذلك الأحمق، حتى أنت يا أجوير، حتى أنت. لن نفعلها على الملأ أيها القائد، أنا هنا معك، سأبقى معك حتى ننتصر عليهم، حتى ننتصر على أولئك الغزاة، وكلنا معك فيما تريد. إذن لابد من استنهاض الهمم وشحذ النفوس ورص الصفوف لقتال هؤلاء المسلمين. سنقاتل معك كتفا بكتف، وقد توازعنا المهام فيما بيننا. انطلق من فورك لتصل بهذه الرسالة إلى إبل كونت ألفونس، ولا تعد إلا برده. أمر مولاتي. انطلق الآن. إذن لنعمد إلى القيروان، نطلب من أميرها أن يعيد لنا ملكه. هل تظنه يجيبنا بهذه السهولة؟ ليس أمامنا إلا أن نحاول يا أخي، إلا أن نحاول. من الملكة إيلونا إلى الكونت ألفونس، أريد أن أعلمك بأن هؤلاء القوم هم ليسوا مجرد غزاة ولا محتلين، لقد أتوا ليبقوا ولن يخرجوا منها، فأمن مكرهم. عينوا الأسقف أوباسا حاكما ليتفرغوا لاحتلال باقي المدن. أدرك طليطلة قبل أن يخرجوا منها إليك، فنكون وإياك سواء. ولئن لم نفعل الآن
ولما يستقر لهم أمر بعد فسيكونون في هذه البلاد وتدا يعجزنا اقتلاعه. ويح ابنتي، ما تزال ترى نفسها الملكة؟ ألا تراها وقد صدقت فيما قالت؟ إنهم ما نصبوا أوباس حاكماً إلا ليواصلوا اجتياحهم لباقي المدن. هل دعنا؟ لم يعد في مدينتي فارس واحد أعتمد عليه، جلهم بين قتيل وطريد وشريد. ولما لا نجمع من تبقى منهم ونرسل إلى باقي قادة المدن، نحذرهم وندعوهم إلى الالتحاق بك لنواجه جيش المسلمين لحمة واحدة. فإن تكون لديك جيش قوي فلن يعجزنا طارق حينها. وكيف ذلك يا غوير؟ لقد فرق أميرهم جيشه في الشرق والغرب، فماذا بقي منهم في طليطل؟ وإن واجهناهم جميعا خير من أن تسقط المدن واحدة تلو الأخرى. لن أسمح لهم بذلك. إذن لننطلق إليهم قبل أن ينطلقوا إلينا، ولتكن الأيام القادمة آخر أيام المسلمين. أقسم بالرب ستكون كذلك. إلي بالكاتب. قد سمعت عن عدلكم وإنصافكم ووفائكم بالعهود، وقد جئتك طامعاً في أن أرى ذلك بأم عين. إذن أنت ابن الملك الراحل غيتشا؟ أجل، أنا الكونت سيزون، ولي عهدي والوريث الشرعي لبلاد الوندا. قد جئتك شاكياً الأمير طارق. وما شكواك على الأمير طارق؟ لقد وعدني أنا وأخي بأن يعيد لنا ملكا، ولكن لقد أخل بوعده. ولكنني كما علمت لم يعدكم بالملك، إنما وعدكم بأن يعيد إليكم الضياع والأملاك التي اغتصبها منكم لودريك. قصر طليطلة وعرشها ملكي، فكيف أستعيدها وأنا لست ملك البلاد؟ لم أرى فيما علمت لا قصراً ولا عرشاً. لكم زهاء 3000 ضيعة بأشجارها وثمارها وعبيدها ودوابها، وعدكم بأن تعاد إليكم، فهل تنكر لذلك فأراجع أم وفى؟ تنزلان في ضيافتنا إلى حين عودتكما سالمين إلى بلادكما. لا، لا داعي لذلك. نشكرك أيها الأمير، بل نعود من فورنا. لا بأس عليكما أيها الأميران، تستطيعان العودة متى شئتما. صبرت على الوذريق وتحالفت مع طارق حتى ظننت أني حصلت على المجد، فإذا به سراب يتلاشى. حين حدثت طارق عن بلاد الوندال في أول لقاء جمعني معه، أيقنت حينها أنها ستدين له. أدركت الحقيقة وتعاملت معها. لما لا تقبل ما عرضه عليك طارق وتستريع؟ أتريد مني أن أتخلى عن عرش طليطلة؟ ربما يكون من مصلحتنا أن نفعل ما يقوله الكون جوليان.
الآن على الأقل. حتى أنت؟ حتى أنت يا أخي سرعان ما نسيت إرث أبيك؟ وما ظننت أن الكونت جوليان سينتهي به الأمر هكذا منعزلاً عن سطوة الحكم وأمجاد المعارك. هذه الأيام لم تعد لنا، لما لا نترك أهل البلاد يستريحون وينعمون بشيء من الطمأنينة مع المسلمين؟ نترك البلاد لهم؟ انظر جيداً، أنا السيزوت، أنا ولي العهد ووريث العرش، ولن أتخلى عنه مهما حصل، وعندها لن أتسامح معك يا جوليا، لن أتسامح معك. سيزو، كون جوليان، سيزوت يتكلم عن نفسه، أما أنا فسأبقى هنا ريثما ينقشع غبار هذه الأيام. أحسنت. لن أقطع في هذا الأمر إلا بعد أن أتأكد مما قيل لنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لقد رأيت جيش ألفونس بعيني يا أمير طارق، ومعهم كل القادة الذين ذكرت. ذاك اليوم كنا فوق هامات البلاد، وخلافة كالنبت مدت جدرها والنور زاد. نادت جبال الريف طارق حينما التفت الجواد، وشجرة الأرجان شاءت لو تكون من العتاد. أمامنا كان بحر وخلفه أدير عين عند الحاسبين، نزمه جئنا لننشر بالخلافة رحمة للعالمين، لمعت على أعتاب عز فخر لا يستكين، نار على علم يطل بريقها فوق الجبين، من نفزة فيها الشموخ كمثل أطلس الأتلين. كتائب وأصالت في حكم ما يؤمن أمجاد السابقين، وقد بزحفها نحو المقصير المنتظر، والخيل يعلم
يفعلوا بالصهيل ولا يفكروا في المفر ويدوروا عزما بالفوارس حين قائدهم ظهر والقائد العربي لا يلقاك إلا